أخبار عديدة ومتنوعة نوجزها لكم في أخبار الحياة. تستمر فعاليات الملتقى العربي الأول لمدار ذوي الاحتياجات الخاصة والدمج بمشاركة عدد من الدول العربية في شرم الشيخ. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح أمس فعاليات الملتقى، كما تفقد السيسي معرض أنشطة خاص بذوي الاحتياجات الخاصة. ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم، حيث بحث تحسن الخدمات للمواطنين والتشريعات الجديدة، كما تابع تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية والتي بدأ تنفيذها الأحد الماضي. يلتقي سامح شكري وزير الخارجية مع ليلاني فرحة المقررة الخاصة بالأمم المتحدة المعنية بالحق في السكن اللائق اليوم بمقر وزارة الخارجية، وذلك ضمن زيارتها لمصر التي بدأت في 24 من سبتمبر الماضي وتستمر حتى 3 أكتوبر الجاري للنظر في كفالة الحق في السكن الملائم بالتركيز على المساواة بين الجنسين. انطلق اليوم الثلاثاء قطار دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، حيث بدأت الجلسة الافتتاحية برئاسة الدكتور علي عبد العال، وتلا رئيس المجلس قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 448 لسنة 2018 بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الأول. تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إنشاءات جامعة الملك سلمان بجنوب سيناء، حيث أشاد خلال جولته بالالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ منشآت الجامعة وفقا لأفضل المواصفات، مشيرا إلى حرص القيادة السياسية على سرعة الانتهاء من هذه المشروعات التي تسهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية، مؤكدا على تكرار زيارته للجامعة خلال الفترة المقبلة لمتابعة معدل التنفيذ. أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية القافلة رقم 47 إلى محافظة شمال سيناء لتوفير السلع الغذائية والبقوليات لأهالي المحافظة بأسعار مخفضة من خلال منافذ الشركة، حيث تضمنت القافلة منتجات اللحوم والدواجن والبقوليات والألبان، وذلك بالتنسيق بين وزارة التموين ومحافظة شمال سيناء. وجه الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري أجهزة الوزارة بتكثيف أعمال التطهيرات وإزالة الحشائش وورد النيل والعوائق والمخلفات والمرور الدوري على المجاري المائية والمصارف الزراعية للتأكد من جاهزيتها لاستقبال موسم الشتاء. بدأ أسطول شركة مصر للطيران في وضع لوجو منتدى شباب العالم الذي سيعقد في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر القادم. أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم عن إطلاق موقع إلكتروني معني بتقديم طلبات الالتحاق في مبادرة دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة في إفريقيا بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية وعضو مجموعة البنك الدولي، وذلك لاختيار 100 شركة من الشركات الناشئة والواعدة في إفريقيا ودعوتهم لحضور منتدى إفريقيا 2018 خلال الفترة من 8 إلى 9 ديسمبر المقبل. ورياضيا، يلتقي النادي الأهلي بنظيره وفاق الصيف الجزائري مساء اليوم الثلاثاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2018 على استاد السلام في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.